احكي علينا كي جاتكم المباراه اليوم ديال الوداد مع الاهلي. اولا الوداد مبروك بعد على جميع الامه الوداديه. صراحه الوداد اليوم اكد على انه بعبع افريقيا وعلى انه الفريق المخيف وعلى انه احسن فريق افريقي لحد الان بدون منازع. صراحه الوداد داز من اختبارات صعاب الزمالك الاهلي ربحهم باش نكونوا واقعيين، ما كان صعب من الزمالك والاهلي، ربما كان الغريب تقسم على الفريق اللي ربحته الوداد. دونك مبدئيا الوداد حاليا بعبع افريقيا، والوداد حاليا فريق مخيف، والوداد حاليا الى بقى بهذا الاستقرار ولا النصير زاد شي لعابه لا خوف على الوداد. السوبر الافريقي ان شاء الله والعصبه الجايه ان شاء الله علاش لا، والوداد ترسم تاريخ علاش لا، نشوفوا شي خمسه الالقاب سته الالقاب سبعه وغاديه الخزانه، لان الوداد هنا في خصبه الوداد، لان الاهلي راه شفنا الاهلي فاش كدات ربعه خمسه بقات الخدمه تداو سته سبعات، وكذلك الوداد خاص تبقى الخدمه، خاص يبقى السي النصيري، خاص النصيري يجيب انتدابات اخرى ها علاش لا، وخاص اهم نقطه قبل من هادشي كامل عرفتي شناهي هي هاد الجمهور. الوداد الا خطا الجمهور ما كاين والو، الجمهور هو سر نجاح فريق الوداد في المباريات الكبيره. الاداء ديال الوداد كان اداء رجولي وكان اداء واقعي وكان اداء ديال اللي فينال، كان ذكي من الركراكي، الركراكي ابان على انه مدرب كبير وعلى ان المدرب المغربي عنده كفاءه يجب الاعتماد عليه في كاس افريقيا في منافسات، لان اللي شفنا كاس افريقيا راه كوب دافريك عصبه الابطال كوب تقريبا كاس افريقيا نفس ماشي نفس النيفو، ولكن لا باز ديال كاس افريقيا راه هي عصبه الابطال، لان كنا كنشوفوا اللعابه ديال الاهلي اللي كانوا كيديو العصبه هما اللي كانوا كيديو كاس افريقيا. دونك الا كانوا اللعابه ديال الوداد في المستوى ناخذ من الوداد ناخذ مدرب مغربي اكيد ان البطوله عصبه الابطال ان شاء الله تكون وداديه. ومبروك على الامه الوداديه سواء اللي في كازا وخارج كازا، اللي مساكن ما قدروش يحضروا وتفرجوا في التلفاز حتى هما مبروك عليهم. وشوف غنقول لك شي كلمات من ذهب، ودادي ودادي لك حبي وفؤادي. بعد قبل ما نكمل ها انت ودادي فلسطيني، كنأكد على ان كاين رجاوي فلسطيني فعلا، ولكن كاين حتى ودادي فلسطيني باش ناكدوا ان الرجاويين والوداديين والمغاربه والمسلمين كاملين مع خوتنا الفلسطينيين. ها هو ودادي فلسطيني، احسن قميص غنلبس احسن كاع ما هذاك اللي كلبس ديال الرجاوي وداد بالرجوله. بالعكس فاش لبسته لقيت واحد الحب وواحد التعاطف ديال الجماهير الوداديه. صراحه نكمل الكلمات ديالي، ودادي ودادي لك حبي وفؤادي، حمراء وبيضاء شكون هي؟ هي الوداد عينيه، ودادي الوداد التي لعب لها الملوك والامراء ولقبوها باحلى الاسماء. تحيه لجمهور الوداد، تحيه للمترجي اللي ابان على انه لعب كبير، تاكناوتي كاع اللعابه داري لا جرينتا لا جرينتا، برافو على الوداد. حتى اللي كان مقوس على الوداد بزز منه خصو يشجع الوداد دابا، لان الوداد كان فور ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. وكنبغي نقول للمصريين مشاو لكم جوج القاب مع الوداد، الوداد باقي لها الترجي المفسدين، تا هما جايبهم الوقت، تا هما جايبهم ان شاء الله الوقت